أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أهلا وسهلا بكم مجددا. سنواصل تقديم دروسنا بدرس جديد في مادة الرياضيات. عنوان درسنا لهذا اليوم هو المنشور القائم والأسطوانة القائمة. سنتعرف خلال هذه الحصة على طريقة وقاعدة حساب المساحة الجانبية للمنشور القائم والأسطوانة القائمة، وكذلك طريقة حساب المساحة الكلية لهذه المجسمات. لكن قبل أن نبدأ هذا الدرس، سأحاول أن أذكركم بمضامين الدرس السابق. درس تقديم المجسمات المنشور القائم والأسطوانة القائمة، وقلنا فيمكن للمنشور القائم أن يكون مكعبا، نسميه مكعب إذا كانت جميع أحرفه متقيسة، أي الطول يساوي العرض يساوي الارتفاع، وبالتالي أوجهه ستكون عبارة عن مربعات، سواء الأوجه الجانبية أو القاعدتين، لأن اليوم الأوجه الجانبية وله ستة عفوا له 8 رؤوس و12 حرفا و6 أوجه، ورأينا هذا في الفيديو السابق، يمكنكم أن تعودوا إليه لمراجعة هذا الدرس. وإذا كانت أوجه هذه المجسمات عبارة عن مستطيلات، فإننا نسمي هذا المجسم بمتوازي المستطيلات القائم أو المنشور القائم الرباعي، كما يمكن لقاعدته أن تكون على شكل مثلث، وله قاعدتان متطابقتان، ويسمى منشور قائم ثلاثي، له 6 رؤوس و3 أوجه جانبية وقاعدتان، أي مجموع الأوجه و5 أوجه، وكذلك عدد أحرف 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، وله 9 أحرف. وإذا كانت قاعدته على شكل قرص، فإننا نتحدث عن أسطوانة قائمة. إذا كانت القاعدة على شكل قرص، فإننا سنتحدث عن أسطوانة قائمة. ورأينا خلال الدرس السابق نشر كل مجسم على حدة، وهذا نشر الأسطوانة. إذن خلال هذا الدرس سنتعرف كما ذكرت سابقا طريقة حساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لهذه المجسمات. نقصد بالمساحة الجانبية مساحة الأوجه الجانبية، المساحة ديال هذا الوجه زائد هذه زائد هذه زائد هذه. لاحظوا معي، فلحساب مساحة هذا الوجه نضرب هذه المسافة، أي هذا العرض، في الارتفاع، أن هذا الوجه عبارة عن مستطيل، ومساحة المستطيل رأيناها في الدرس السابق دائما على القناة، جميع الدروس سأعرضها على القناة. نضرب هذه المسافة العرض في الارتفاع، ولحساب مساحة هذا الوجه أيضا نضرب الطول في الارتفاع، هذا الوجه أيضا هذه في الارتفاع، وأخيرا هذه في الارتفاع. إذن لحساب المساحة الجانبية نضرب محيط القاعدة، أي محيط القاعدة في الارتفاع، لأن في البداية ضربنا هذا في الارتفاع زائد هذا في الارتفاع هذا في الارتفاع، وبالتالي لحساب المساحة الجانبية لأي منشور قائم نضرب المساحة نضرب محيط القاعدة، محيط القاعدة أي هذا المحيط في الارتفاع. إذن ونكتب، بس نقعد البورتابل بشوية باش تبان لنا السبوعة مزيان. إذن المساحة الجانبية للمنشور القائم أو الأسطوانة القائمة تساوي ماذا؟ تساوي محيط
قاعدة مضروبة أو ضارب ماذا؟ الارتفاع h. كيفما كان هذا الموشور، فمثلا عندما نتحدث عن متوازن المستطيلات التي قاعدته على شكل مستطيل، يجب أن أحسب محيط سأحسب محيط هذه القاعدة، وبما أنه مستطيل يمكن حساب المحيط بهذه الطريقة: الطول زائد العرض مضروبة في 2، الطول زائد العرض مضروبة في 2، هكذا باش غنحسب محيط القاعدة. بعد ذلك نضربه في الارتفاع، الطول زائد العرض مضروب في 2 باش نحسبوا المحيط ديال القاعدة ونضربوه في الارتفاع. بالنسبة لهذا المثلث سنجمع هذه المسافة، هذه زائد هذه زائد هذه مضروب في الارتفاع. بالنسبة كذلك للمكعب، محيط القاعدة هو سهل، لماذا؟ لأن جميع الأحرف متقيسة. إذا أ غتكون هنا أ في 4، أ في 4 يعني أ زائد أ زائد أ زائد أ 4 المرات باش نحسبوا مساحة القاعدة مضروب في الارتفاع. إذا بهذه الطريقة يمكننا حساب المساحة الجانبية. أما بالنسبة للمساحة الكلية فهي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية ديال هذا الجناب زائد مساحة القاعدتين. القاعدة مثلا بالنسبة للمستطيل هي عبارة عن مستطيل، سأحسب مساحة المستطيل أي الطول في العرض، الطول في العرض كي أحسب مساحة هذه القاعدة، أضربها في 2 باش نحسب ديال هذه القاعدة. ها هي ممكن يعني ديال هذه القاعدة وديال هذه كذلك. إذا الطول في العرض مضروبة في 2 باش نحسب المساحة ديال القاعدتين، ثم أضيف إليهما المساحة الجانبية التي قمت بحسابها سابقا. ها هي السبورة راه درناها قبيلة على السبورة. إذا سيمكنني أن أكتب أن المساحة الكلية تساوي ماذا؟ المساحة الكلية تساوي مساحة القاعدتين تساوي مساحة القاعدتين أو مساحة القاعدة في 2 زائد ماذا؟ المساحة الجانبية التي قمت بحسابها سابقا. فمثلا بالنسبة للأسطوانة القائمة لحساب المساحة الجانبية، نحسب أولا محيط هذه القاعدة. كما تلاحظون القاعدة هي على شكل ماذا؟ على شكل قرص، وبالتالي محيط هذا القرص هو محيط الدائرة. سنحسب محيط الدائرة ونضربه في الارتفاع h. إذن محيط القاعدة مضروب في الارتفاع h. محيط الدائرة رأينا في درس سابق كيفية حسابه. محيط الدائرة هو القطر في 3.14 أو 2 مضروبة في الشعاع في 3.14. بعد ذلك نضرب هذا الجدا في الارتفاع h، وبالتالي المساحة الجانبية ستكون 2 مضروبة في 2 مضروبة في r في p في 3.14 مضروبة في h. بعد ذلك بعد حساب المساحة الجانبية يمكنني أن أحسب المساحة الكلية. كيف ذلك؟ وذلك بإضافة مساحة هذا القرص مضروبة في 2 أو مساحة القرص زائد مساحة هذا القرص اللي هما قابلان للتطابق. يعني نحسب المساحة ديال هذا والمساحة ديال مضروبة في 2 لأنهما بحال بحال. كيف نحسب مساحة القرص؟ دائما في الدرس السابق أين مساحة القرص تساوي r في r الشعاع في الشعاع مضروب في 3.14.
أعيد الشعاع في الشعاع في 3.14 مضروبة في 2 لأن المساحة ديال هذا زائد هذا غتخرج لينا إذا درنا هذه العلاقة غنحسب مساحة القاعدتين وأضيف إليهما المساحة الجانبية التي قمت بحسابها سابقا. إذن لفهمي إذن هذه هي القاعدة لحساب المساحة الجانبية نضرب محيط القاعدة كيفما كانت القاعدة إذا كانت مثلث نحسب المحيط ديال المثلث إذا كان المستطيل نحسب المحيط ديال المستطيل إذا كانت هذه القاعدة على شكل مربع نحسب المحيط ديال ذاك المربع مضروب في الارتفاع دائما بهذه الطريقة نحسب المساحة الجانبية المساحة الكلية هي تلك المساحة الجانبية اللي حسبنا ونضيف إليها مساحة القاعدتين القاعدة السفلى والقاعدة اللي في الأعلى وبالتالي هكذا يمكن لنا نحسب على المساحة الكلية. سنفهم يعني الدرس جيدا انطلاقا من التمارين التي سأقترحها وكل مجسم سأخصص له فيديو لي يعني لكي أفهمه جيدا ولكي أطبق القاعدة عليه. إذا بعد الفيديو ندير فيديوهات أخرى عبارة عن تمارين تطبيقية لكي يكون الدرس سهل وبسيط جدا. شكرا على تتبعكم لهذه الحصة.